زار المنشودي نائبة رئيس جامعة أكادير الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث. كما شاهدتم وشاهدوا معنا يعني الضيوف ديالنا من المجتمع المدني مشكورين وسكينة ديال أكادير والأصدقاء ديالنا والرياضيين أيضا، ما نساوش جمعية النهضة اللي تتفوز دائما وفزت مؤخرا بالبطولة اللي احتفلنا بها، وهذه مناسبة أيضا باش يشاهدوا معنا كل هاد الناس وهاد الضيوف ديالنا افتتاح الدورة الثانية ديال المهرجان بالمون اللي كتشهدوا ساحة ديال أمام القصر بلدية أكادير. يعني نفتخر يعني بكل صدق نفتخر بهاد التلاحم وبهاد الجمع اللي تجمع اليوم باش اننا نعلنوا على الانطلاق ديال الدوره الثانيه. اذا سكنه اكادير دائما كتفرح بحال هاد المبادرات وبالتالي تشارك فيها، داكشي علاش انتم كتشوفوا يعني الفرحه ديال الناس وايضا الجمعيات الاحياء المشاركه بكثره. اليوم كنشوفوا معرض الذاكره ديال بوجلود، معرض الذاكره ديال بوجلود اللي كيوثق واحد المجموعه ديال اللي عطانا مجموعه ديال الصور من عند الاخوان الفوتوغرافيين المحترفين اللي تا هما شاركوا معنا هذا المعرض. صور من مهرجانات مختلفة اللي شهدتها مدينة أكادير ومدينة الجزائر أيضا، اللي عطى واحد الصور اللي تقريبا سنوات هذه احنا ما شفناش هذوك الصور، بالتالي هذا كيأكد أنه بالمون راه في الذاكرة، يعني ماشي شي حاجة اللي جبناها ولا شي حاجة اللي فقط فكرة وصافي احنا غادي نفذوها. تنتمناو هذه الدورة الثانية تشهد نفس الإقبال أو بكثرة، وبالتالي تنرحبوا بالضيوف ديال مدينة أكادير وبالسكنة ديال أكادير اللي كنتمناو أنه يدوز هذا المهرجان في الجو ديال الفرح والاستمتاع ولا شيء غير الفرح. شكرا. المختار مجيد مصور فوتوغرافي فنان، مزيان؟ مختار مجيد مصور فوتوغرافي فنان في مجال التصوير الفوتوغرافي. نحن اليوم بصدد افتتاح المهرجان ديال بيلمون اللي كنشارك فيه بدوري في الصور الفوتوغرافيه، ازيد من 15 صوره فوتوغرافيه كلها تتمين وتوثق لحظات لكرنفالات سابقه من بيلمون، بوجلود، انزكان، تشيره، اكادير وايضا تيزنيت. هذه الصور الفوتوغرافيه اللي كتتمن وكتوثق لحظات اللي كتعاود تذكرنا في الاقنعه اللي دازوا، ربما ما غاديش يتكرروا في هذه السنه، لكن كيبقاو خالدين في الصوره التي وثقتها بعنايه وبزاويه معالجه دقيقه وباضاءه دقيقه وبالوان دقيقه، وكيعطي ايضا فرصه لاعاده مشاهده المهرجانات السابقه لمن فاته المشاهده، وايضا اللي كان حاضر في المهرجان السابق وما تمكنش المشاهده القريبه اي بسبب الازدحام او الموسيقى وما الى ذلك، كنعطيو ايضا فرصه لاعاده مشاهده هاد الكرنفالات، هاد الاقنعه، هاد بوجلود. انا بدوري كنتمن هاد المولود الثقافي اللي عطاونا هاد الناس هادو الفرصه باش نعاود نشره، وشكرا لكم.